السلام عليكم، الحلقة الأولى من سلسلتنا الجديدة قصص ومعلومات. سلسلة جديدة فتحناها في القناة واسمها قصص ومعلومات. فكرة السلسلة إني هطلع أقول شوية معلومات عن حاجة معينة يمكن تستفيدوا منها أو قصص أشخاص مختلفة. فياريت لو حلقة النهاردة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ووصلوا المقطع ل 50 لايك عشان أتحمس وأنزل لكم حلقات أكتر وأكتر. يلا بينا نتكلم عن موضوع النهاردة. مكة المكرمة هي مدينة مقدسة لدى المسلمين، بها المسجد الحرام والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم. هجمت أعداد كبيرة من حشرة تسمى صرصور الليل في مناطق متفرقة من الحرم المكي الشريف لأسباب متعلقة بعدم النظافة وتراكم الميكروبات، وانتشرت بكميات هائلة حول ساحات الحرم ودورات المياه المحيطة بالساحات. ووجهت أمانة مكة المكرمة 22 فرقة لمكافحة ما يسمى بصرصور الليل بعد انتشار فيديو يظهر فيه جيوش من الصراصير قرب الحرم المكي الشريف. أكد أستاذ فسيولوجي إن صرصور الليل ده بيكتر ويخرج في الأوقات الباردة وبيختفي في حدود 4 أسابيع ل6 أسابيع كده، وطلب إنهم لازم يقضوا على الحشرة دي في أسرع وقت ممكن عشان كترته في مكان واحد بيدل على عدم النظافة. أكيد أنتوا أول مرة تسمعوا اسم صرصور الليل. بص يا عم، صرصور الليل هو حشرة صغيرة بتنتمي إلى عائلة الصراصير، لونها بني وبتشبه الجرادة في شكلها الخارجي، ليها أرجل طويلة وأجنحة أمامية وقرون استشعار، وبتعيش في الأماكن الضلمة وبين الحشائش وتظهر بالليل كتير، ويطلق عليها اسم آخر الجنادب السوداء. وصلت فرق الإصحاح البيئي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة العمل في مكافحة حشرة الجنادب السوداء سواء من خلال غشها أو تطهير غرف تفتيش الصرف الصحي ودورات المياه. بس كده، اتمنى اكون لميت وغطيت احداث الموضوع بشكل خفيف وحلو عليكم. وقبل ما انهي الفيديو، اللهم ارزقني انا وكل من يشاهدني الان بحج بيتك الحرام يا رب العالمين. اللهم ارزق قلوبا تتمنى السجود في بيتك الحرام. قولوا امين امين. اشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. سلام.